بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده السنه الرابعه نكمل درسنا اللي كنا بنتكلم عليه. كان بيتكلم على الجهاز الهضمي. النهارده هنكمل الجهاز الهضمي في الانسان، بس المراجعه بسيطه. عرفت انت ككائن حي كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقوم بالوظائف الحيويه زي التنفس والهضم والحركه والاخراج. ليه بتقوم بالوظائف الحيويه دي؟ للاستمرار وبقاء الحياه. عرفنا ان الجهاز الهضمي وظيفته الهضم، وعرفت ان الهضم هو تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها الجسم. وعرفنا إن الجهاز الهضمي بيتكون من جزئين أساسيين، خدنا منهم المرة اللي فاتت بيتكون من إيه؟ بيتكون من قناة هضمية، وبيتكون من ملحقات قناة هضمية. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن القناة الهضمية وإن أنبوبة عضلية يصل طولها من 9 إلى 10 متر، بتبدأ بفتحة الفم تنتهي بفتحة الشرج. اتكلمنا المرة اللي فاتت على الفم، واتكلمنا عن الفم، واتكلمنا عن البلعوم، واتكلمنا عن المريء. ده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. مين اللي بيجي بعد المريء؟ هلاقي اللي بيجي بعد المريء هي المعدة. تعالى نتكلم كده عن المعدة. المعدة يا ولاد بيبقى شكلها بالشكل ده. ده شكل المعدة. المعدة بتبقى عبارة عن كيس. المعدة عبارة عن ايه؟ كيس. ماله؟ عضلي، يعني بيتحرك فيه، عضلات بتتحكم فيه. كيس عضلي ماله؟ زي ما انت شايف كده لازم يكون الكيس ده منتفع. يبقى المعدة عبارة عن كيس ايه؟ كيس عضلي منتفع. من اسمها؟ اسمها معدة. فبتفرز عصارة، العصارة دي اسمها عصارة معدية. يبقى المعدة بتفرز عصارة معدية. مجرد ما المعدة دي هتبتدي تخلط الطعام بالعصارة بتاعتها اللي هي العصارة المعدية، هتبتدي تحوله من صورة سائلة إلى صورة شبه سائلة. هتحول إلى صورة إيه؟ صورة شبه سائلة. يبقى ممكن أقول المعدة الله يعرفها، هقول عليها هي كيس عضلي منتفع. طب المعدة بتبدأ منين؟ هتبدأ من نهاية الجزء اللي جاي قبلها على طول، اللي هو كان مين؟ كان المريء. يبقى المعدة بتنمي المريء، وهي عبارة عن كيس عضلي منتفع. طيب ايه هي اهميتها او وظيفتها؟ اول حاجه بتفرز عصاره معديه، بتحول الطعام الى صوره شبه سائله، كمان بتعمل على هضم البروتينات هضم غير كامل. بتعمل على ايه؟ هضم البروتينات هضم غير كامل. يعني ايه هضم غير كامل؟ يعني يا دوب هيبدا فيها هضم المواد البروتينيه. طب يا ترى المواد البروتينيه ديت موجوده في ايه؟ المواد البروتينيه ديت موجوده في اللحوم وموجوده في الاسماك. تفتكر كده كان عندي مواد نشويه، المواد النشويه بتتخدم فين؟ المواد النشويه بتتخدم في الفم. طب المواد النشويه موجوده في ايه؟ موجوده في العيش، موجوده في الرز، موجوده في البطاطس، موجوده في المكرونه. يبقى المواد البروتينيه يبدا هضمها في المعده بواسطه العصاره المعديه. طب مين اللي هيجي على طول مباشره بعد المعده؟ بعد المعده على طول هيجي حاجه اسمها الامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه ديت يا ولاد هتتقسم كده لجزئين. المعدة ابتدت تخلص من هنا، هيبتدي بعدها على طول الأمعاء الدقيقة. آدي أول جزء منها، وبعدين هلاقي جزء كده. يبقى معنى كده إنها عبارة عن جزئين. الجزء ده اسمه اثنا عشر، والجزء ده اسمه لفائف. يبقى بيقول لي تنقسم الأمعاء الدقيقة إلى كام جزء؟ بتنقسم إلى جزئين، بتنقسم إلى اثنا عشر وبتنقسم الى لفائف. بتنقسم الى 12 وبتنقسم الى ايه؟ لفائف. المعده دي طويله جدا ويصل طولها الى 7 امتار. طب 7 متر ازاي موجودين جوه بطني؟ هلاقيها بتلتف بنلفها علشان ما تقدرش تاخد مكان كبير جوه بطني. يبقى بيجي يقول لي دلوقتي الامعاء الدقيقه دي من مكونات القناه الهضميه ولا من ملحقات القناه الهضميه؟ من مكونات القناه الهضميه. طب ما يجي يسالني مين اطول جزء في القناه الهضميه؟ اطول جزء في القناه الهضميه هي الامعاء الدقيقه. مين اطول جزء كمان مره في القناه الهضميه؟ هي الامعاء الدقيقه. ليه؟ عشان طولها حوالي 7 امتار، طولها حوالي 7 امتار، واساسا القناه الهضميه عندي كلها طولها من 9 الى 10 متر، هي لوحدها 7 متر، يبقى تعتبر ايه؟ تعتبر اطول جزء. طب دلوقتي انا قلت لك اتقسمت الى اثنين، اول حاجه اثنا عشر، من اسمها اسمها اثنا، اثنا يعني كام؟ يعني اثنين، يعني هيصب فيها كام عصاره؟ يعني هيصب فيها عصر اثنين. يبقى اثنا عشر هيصب فيه كام عصاره؟ الاثنا عشر هيصب فيه عصر اثنين، يعني نشوف كده هيتصب فيه كده. انا عندي الكبده دي مين اللي موجود قصادها؟ اللي موجود قصادها في الناحيه اليمين هلاقي الكبد. طيب مين اللي موجود تحت المعدة؟ ورقة الشجر اللي اسمها البنكرياس.
قريبين من مين؟ قريبين من اسمها 10. هيفرزوا عصاره، العصاره اللي هيفرزوها دي هتتصب فين؟ هتنزل مباشره الى الاسمها 10. يبقى الاسم 10 هتتصب فيه عصارتين، عصاره طالعه من الكلياس وعصاره طالعه من الكبد. العصاره اللي طالعه من الكبد اسمها عصاره صفراويه. العصاره اللي طالعه من البنكرياس اسمها عصاره بنكرياسي. ده معنى كده يصب في الاسم 10 كام عصاره؟ عصارتين، عصاره صفراويه يفرزها الكبد، وعصاره بنكرياسيه يفرزها البنكرياس. طب العصاره الصفراويه دي اساسا ليها اهميه ولا ملهاش اهميه؟ انا عندي العصاره الصفراويه دي مهمه جدا. العصاره الصفراويه بتعمل ايه العصاره الصفراويه دي؟ العصاره الصفراويه دي هتحول الدهون. يعني ايه هتحول الدهون؟ يعني هتهضم الدهون، هتهضم الدهون وهتحولها الى مستحلب دهون. يبقى معنى كده انا عندي العصاره الصفراويه بتهضم الدهون وتحولها الى مستحلب دهون. استنتج ايه؟ استنتج انه يتم هضم الدهون فين؟ حتى المكان اسمها 10. بواسطة مين؟ بواسطة العصارة الصفراوية اللي مين بيفرزها؟ الكبد. يبقى الأمعاء الدقيقة دلوقتي أول جزء منها كان مين؟ كان الاثنا عشر. طيب بعد الاثنا عشر زي ما أنا قايلة لك فيه مين؟ فيه اللفائفي. اللفائفي ده يعتبر مهم جدا. المعدة زيها زي أي جزء في الجهاز الهضمي لازم أساسا تفرز عصارة. طب بتفرز إيه؟ بتفرز عصارة بس عصارة اسمها عصارة معوية. العصارة المعوية دي هتصب فين؟ هتصب في اللفائفي. طب إيه اللي هيحصل تاني في اللفائفي؟ اللفائفي هيتم فيه هضم كامل للغذاء. أي أكل بقى لسه ما اتهضمش، البروتينات اللي كانت بدأت في المعدة هينتهي هضمها بالكامل فين؟ في اللفائفي. أي نوع من أنواع الأكل تاني هتتهضم فين؟ الفيتامينات، الحاجات دي كلها هتتهضم فين؟ هتتهضم فين؟ في اللفائف. يبقى أقدر أقول إن اللفائفي يتم فيه هضم كامل للغذاء. اللفائفي يتم فيه إيه؟ الهضم الكامل لجميع أنواع الغذاء. طب هضم بس؟ لا، ده هضم وامتصاص. يعني إيه امتصاص يا ولاد؟ أنا عندي دلوقتي الأكل بتاعي ده بقى كله اتهضم. طيب دلوقتي هو بقى موجود فين؟ موجود في اللفائفي. هيروح فين؟ لازم يروح لجميع خلايا الجسم، لازم الجهاز الدوري هينقله علشان كله يقدر يستفاد منه. هينتقل ازاي؟ هينتقل عن طريق عمليه تسمى عمليه الامتصاص. طب ايه هي عمليه الامتصاص؟ عمليه الامتصاص يعني الاكل المهضوم هيبتدي ينتقل الى الدم، هينتقل الى الدم عن طريق ايه؟ حلمات صغيره. الحلمات دي موجوده فين؟ موجوده في الجدار اللفائفي، بسميها باسم الخملات. يبقى كمان مره، الامتصاص هو انتقال الغذاء المهضوم من خلال الحلمات الصغيره اللي موجوده في جدار اللفائفي اللي اسمها خملات. هتتنقل الى مين؟ الى الدم، عشان الدم يقدر يوزعه الى جميع اجزاء الجسم. طب اقدر اعرف الخملات يا مس؟ ايوه، الخملات اقول عليها هي حلمات صغيره موجوده في جدار الامعاء الدقيقه او في اللفائفي، تقوم بامتصاص الغذاء وتوصيله الى الدم. ارجع كده للرسمه اللي موجوده قدامك. انا عندي ده ايه؟ ده مريء، دي المعده، المعده انت عكس الرسمه على طول، دي ايدي اليمين على طول المعده بتبقى ناحيه الشمال، يبقى ديت الايه؟ المعده، وصفها الكبد على طول، وهنا ايه؟ هنا ورقه الشجر اللي قايله لك عليها اللي هي الايه؟ اللي هي البنكرياس. مجرد ما المعده بتخلص هنا بيبدا على طول بعدها الاثنا عشر. الكبد ده يا ولاد فيه الجزء اللي عندك ده، الجزء اللي انا ملوناه ده اسمه المراره. المراره هي اللي بتخزن العصاره الصفراويه. يبقى انا كده فاضل لي اخر اخر جزء موجود عندي في الجهاز الهضمي. اخر جزء موجود عندي في الجهاز الهضمي هو مين؟ هو الامعاء الغليظه. هو مين؟ الامعاء الغليظه. الامعاء الغليظه زي ما انا قلت لك ان دلوقتي خلاص كل الاكل بتاعي ابتدى يتهضم. الامعاء الغليظه هتبتدي منين؟ هتبتدي على طول من نهايه الامعاء الدقيقه. هتبتدي منين؟ هتبتدي من نهايه الامعاء الدقيقه مباشره. تبدا عندي الامعاء الايه؟ تبدا عندي الامعاء الغليظه. طيب الامعاء الغليظه دي تعالى نشوفها ونشوف ايه هي اهميتها. كشكل الامعاء الغليظه عندي، الامعاء الغليظه دي بيبقى ايه؟ بيروح لها الفضلات.
يعني ايه الفضلات؟ يعني الغذاء الغير مهضوم، الاكل بقى اللي ما اتهضمش، مش كل الاكل اللي انا باكله بيتهضم وانا بستفاد ايه، لا انا ممكن اكل كميه زايده عن اللي انا محتاجاه، انا محتاجه كميه معينه من الغذاء، انا لما باكل بقى اكل اكتر من كده طبعا مش كله بيتهضم، الجزء اللي مش بيتهضم بيبقى الفضلات بيروح لمين؟ بيروح للامعاء الغليظه، مجرد ما يروح للامعاء الغليظه بتعمل ايه؟ الامعاء الغليظه بتمتص الماء من الفضلات، الامعاء الغليظه تمتص الماء من الفضلات، امتصت الميه من الفضلات هتعمل ايه في الفضلات؟ هتطرد الفضلات خارج الجسم عن طريق فتحه الاست او فتحه الشرج، يبقى وظيفه الامعاء الغليظه هي امتصاص الماء من الفضلات وطرد الفضلات خارج الجسم. قلنا كلمه كده في النص ممكن نشوف اهميتها ايه، انا بقول لك ان الامعاء الغليظه بتمتص الماء من الفضلات. طب الميه جت منين دلوقتي؟ الميه دي اتيويات جت، اولا انا عندي ميه موجوده اللي هو الوعاء السائل اللي موجود في الفم، كمان وانت طول ما انت بتاكل انت بتحتاج ميه، طب الميه دي لازمتها ايه؟ الميه بتسهل عمليه الهضم، الميه بتسهل عمليه الهضم، يبقى انا دلوقتي خدت القناه الهضميه اللي بتتكون من فم ورعوم مليء معده امعاء دقيقه وامعاء غليظه والمستقيم وفتحه الشرج، واحنا بنشرح شرحنا طبعا الملحقات اللي هي كانت الغدد اللعابيه اللي فرزت لي اللعاب، وكان الكبد اللي خرب العصاره الصحراويه، والبنكرياس اللي خرب العصاره البنكرياسيه، زي ما احنا شايفين طبعا ده جهاز مهم جدا جدا بالنسبه لك، انت مش هتقدر تحصل على الغذاء المهضوم، هتحصل على الاهميه بتاعته غير لما تتم عمليه الهضم، بمعنى كده انا لازم احافظ على الجهاز الهضمي. ازاي اقدر احافظ على الجهاز الهضمي؟ عشان احافظ على الجهاز الهضمي لازم اعمل بعض الحاجات زي ايه؟ اول حاجه يجب مضغ الطعام جيدا، لازم الاكل ما يتحط في بقي لازم يتمضغ كويس جدا جدا جدا، ليه؟ حتى لا نصاب بالامراض المعديه، كمان يجب عدم الافراط في تناول الاطعمه المحتويه على كميه كبيره من المواد الدهنيه. طب المواد الدهنية دي موجودة فين؟ موجودة في الوجبات السريعة، إيه الوجبات السريعة؟ الأكل اللي إحنا بنشتريه من بره، زي الكريبات والحاجات دي كلها موجودة دي بعتبرها وجبات إيه؟ وجبات سريعة، دي وجبات سريعة بتحتوي على كمية كبيرة من إيه؟ كمية كبيرة من الدهون. كمان عشان أقدر أحافظ على جهازي الهضمي يجب الابتعاد عن تناول الطعام المحتوي على مكسبات الطعم واللون والرائحة زي الشفتيات. اللبان اللي فيه الوان، اي حاجه فيها مكسبات اللون والطعم والرائحه يجب الابتعاد عنها. كمان يجب الامتناع عن شراء الطعام من البياع الكائنين، مش اي واحد واقف في الشارع الاكل بتاعه مش نضيف انا اقدر اشتري منه. ايه كمان؟ يجب ممارسه الرياضه بانتظام، ليه؟ الرياضه دي يا اولاد بتقوي جميع اجهزه الجسم. طيب ايه كمان؟ يجب الابتعاد عن التدخين. ليه؟ التدخين ده بيسبب عسر الهضم، ما بقدرش اهضم الاكل، كل ما اكل بحس بألم شديد جدا في المعده، ليه؟ عشان المعده مش قادره تهضم، ايه كمان؟ بيسبب قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر، بيقول لي علل يجب الابتعاد عن التدخين، ليه؟ أو لو حتى لو مصاب بعسر الهضم وقرحة المعدة والاثنى عشر، وبكده نكون خلصنا أول درس في منهجنا، وأقابلكم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله.